كل شيء لازم تعرفه عن الانتخابات. عملية الاقتراع ببعبدا. بالقانون الانتخابي الجديد صار في دائرة انتخابية كبيرة ودائرة انتخابية صغيرة، وكل دائرة كبيرة بتتألف من دائرة صغيرة أو أكتر. وحسب القانون، ورقة الاقتراع الرسمية رح تصدر من وزارة الداخلية لكل دائرة، تتضمن كل اللوائح المتنافسة، وكل ناخب بيقترع لليحة واحدة، وكمان بصوت تفضيلي واحد لمرشح واحد، شرط انه يكون الصوت التفضيلي لمرشح من نفس الدائرة الصغيرة يلي مسجل فيها الناخب وعلى نفس اللائحة يلي اختارها. راح نشرح العملية بمثال تطبيقي عن الدائرة الكبيرة جبل لبنان الثالثة يلي هي نفسها الدائرة الصغيرة قضاء بعبدا بس، ورح نعتبر بهيدا المثال انه الناخب بينتمي لقضاء بعبدا. لازم الناخب بقضاء بعبدا يختار بالأول اللائحة، وبعدين بيعطي صوته التفضيلي للمرشح الموجود على نفس اللائحة يلي اختارها، وهيدا الاقتراع بيعتبر صحيح وبينحسب صوت لللائحة، وكمان بينحسب صوت تفضيلي للمرشح. وبحال أدلى الناخب بصوته لللائحة وما أعطى الصوت التفضيلي لأي مرشح، كمان الاقتراع بضل صحيح وبينحسب صوت لللائحة بس. وإذا اقترع الناخب بصوت تفضيلي لمرشح من دون ما يقترع لللائحة، بينحسب الصوت التفضيلي للمرشح وكمان صوت لللائحة يلي نازل عليها. أما إذا اختار لائحة وأعطى الصوت التفضيلي لأكثر من مرشح على نفس اللائحة، فبينحسب صوت لللائحة وبيلتغى الصوت التفضيلي. وبحال اختار الناخب لائحة وأعطى الصوت التفضيلي لمرشح بلائحة تاني، ما بينحسب الصوت التفضيلي، إنما بينحسب صوت لللائحة. تعتبر باطلة كل ورقة عليها أي علامة غير اللي واردة بأحكام القانون، وكمان بتعتبر باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية. عزيزي الناخب وعزيزتي الناخبة، الاقتراع حق وواجب، ولتضمنوا حقكن تأكدوا إنه معكن هويتكن أو باسبوركن اللبناني الصالح.